أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. طبعا بالبداية أنا راح أعتذر كثير بهالحلقة هاي بسبب الأخ حسني، في عنده مشكلة فنية وما عم نقدر، الصوت غير واضح نهائيا، والمشكلة صايرة إنه يظهر النت عنده ضعيف كثير. أنا بتمنى يصلح النت ونتابع البرنامج، وأنا آسف على التأخير. طبعا أصدقائنا منتظريننا وأنا آسف كثير على هالتأخير، هذا عطل فني من عند الأخ حسني. أنا راح أفتح السكايب مباشرة، أنا بتمنى من أصدقائي المداخلات لأنه يظهر عند الأخ حسني الوضع كثير سيء بالنت، فما أظن نقدر نتواصل يعني بشكل جيد. أظن هالحلقة راح تكون حلقة تواصلية بيننا وبين الأصدقاء، يعني أنا هذا اللي شايفه. يعني أخي جون الفلسطيني، عم بقول أنا حابب أتصل لثواني بس عشان أعرف موعد البث المباشر حبيبي. البث المباشر هلا، أنا آسف إذا ما عرفت. حسني، يا حسني إذا عم حسني أظن الصوت ما ظبط نهائيا، والأصدقاء يعني واقفين عم بستنونا بصراحة، يعني الأصدقاء موجودين معنا فما بعرف الصوت ما عم بزبط عندك نهائيا. طب آسفين كثير أصدقائي، أنا آسف كثير، أنا بس بدي أقرأ رسالة الأخ جون. يا ريت يتصل فينا الأخ جون إذا عم بيتابعنا، بتمنى من أصدقائي إنه تتصلوا فينا. الأخ جون عم بيقول برسالته: مساء الخير أخي جون، أنا حابب أشارك اليوم مساء هذا موضوعي، العلمانية أتاتورك هو الحل والأمل. نقول هناك تجربتين كبيرتين لتطبيق العلمانية، الأولى تجربة الثورة الفرنسية، والثانية تجربة أتاتورك في تركيا، وسأذكر منها تجربة أتاتورك. أنا أرى أن تجربة أتاتورك في تركيا لتطبيق العلمانية هي الأنسب لتطبيقها في دول الشرق الأوسط إذا أردنا أن نرتقي إلى الحضارة الإنسانية الجميلة، وهذه هي بعض القوانين العلمانية التي سنها أتاتورك في دستور تركيا الحديثة، فصل الدين عن الدولة. ألغى أتاتورك الخلافة العثمانية وألغى الشريعة الإسلامية من الدستور، ونص في الدستور أن الدولة علمانية لا دين لها. ألغى القوانين الإسلامية وطبق قانون العقوبات الإيطالي وقانون المدني السويسري والقانون التجاري الألماني. ألغى لعدة سنوات الاحتفال بعيد الفطر وعيد الأضحى، منع الحج لعدة سنوات، ألغى عطلة الجمعة وجعلها الأحد، أغلق عدد كبير جدا من المساجد، حول المساجد الكبرى إلى متاحف مثل مسجد آيا صوفيا، أباح الردة عن الإسلام، منع النساء من ارتداء الحجاب، منع تعدد الزوجات في تركيا، أباح زواج المسلمات من غير المسلم، ساوى بين المرأة والرجل بشكل تام، اعترف بحق المرأة في التصويت والترشيح والانتخابات، منع الأذان في المساجد باللغة العربية وجعلها بالتركية، ألغى الحروف العربية وجعلها اللاتينية، ألغى منصب المفتي بتركيا، وألغى وزارتي الأوقاف والمحاكم الشرعية، وحول المدارس الدينية إلى مدنية، وألغى الوظائف الدينية، ألغى تقويم الهجري وحول التقويم إلى الميلادي، أجبر أئمة المساجد على ارتداء القبعة الأوروبية بدلا من العمامة الإسلامية، قام بإعدام أكثر من 150 شيخ إسلامي من الذين اعترضوا على قوانين العلمانية، ألغى اسمه الأول مصطفى واكتفى بجمال أتاتورك، أوصى عند موته ألا يصلي عليه، وفي النهاية سؤال جريء لكل المسلمين: هل تستطيعون يوماً ما أن تطبقوا العلمانية كما فعل أتاتورك في تركيا؟
طبعا انا بشكرك كثير اخي جون على هالمداخله القيمه بصراحه، يعني اتاتورك يعني سوى كل هالاشياء هاي، مع انه انا ضد الاعدام يعني مهما كان الوضع. يعني انا بتمنى تتصل فينا اخي جون وتشاركنا بها بمناقشه هالافكار هاي اللي طرحتها. وانا اسف كثير اصدقائي على هالعطل الفني اللي صار مع اخونا حسني بهالمناسبه هاي. بصراحه يعني ما بعرف انا شو بدي اناقش هلا، يعني شفت حالي مع على الهواء مباشره، لازم اطلع لان اصدقائنا انتظرونا، فمو معقول ما اطلع وينتظرونا نلغي الحلقه. ف يعني بدنا نطرح مواضيع، يا ريت انتم تشاركونا ونطرح مواضيع جديده. في معي اتصال من الاخ علي. اخي علي اهلا وسهلا، تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا وسهلا، تفضل. شلونك اخي جو؟ شلون صحتك؟ اهلا وسهلا، تفضل اخي علي. طبعا انا من المتابعين ومن اصدقائك بالفيسبوك. اهلا وسهلا اخي علي، اهلا وسهلا فيك. الله يخليك. طبعا انا مسلم، يعني مسلم، لست بملحد ولا هاي، لكني اتوافق معكم من حيث يعني المدنيه. انا بصراحه تفضل اخي علي، تفضل. حقيقه انا يعني هم ما مجهز نفسي انه اتكلم، وعندي بعض النقاط مثلا حتى اناقشها معكم، لان كنت بالحقيقه يعني اتواصل معكم في سبيل اتابع الاخ حسني، بس اكو خلل عندكم. بس ذاك اليوم لما دخلت الموقع مالتك جهر بالالحاد، اها بالضبط، عندما دخلت مثلا لقيت احد الاشخاص من المجاهرين عمره 22 سنه. اها عمره 22 سنه، انتم يعني ايش كاتبين عليه؟ حسب ما اذكر طبعا كان مسلم ارتد للبوذيه حسب ما يعني اتذكره. من البوذية بعدين صار لا أدري مسيحية، العفو إسلام، بعدين مسيحية، بعدين بوذية، بعدين لا أدري حسب ما أذكر، أو بعدين صار ملحد. أنا هنا سؤال عندي، هذا الشاب عمره 22 سنة. 22 سنة، يعني أنت هسه يعني كجو أنت عمرك كبير وإن شاء الله واعي. تسلم. تقبل هكذا إنسان ينضم إليك على يعني على فكرك، على منظومتك الفكرية، على توجهاتك الفكرية، وهو خلال يعني فلنفرض بحثة فلنفرض صار من 16 سنة، هاي إذا سمحت له الظروف طبعا، ظروفنا اللي ما مستقرة بالوطن العربي، بس احنا فلنفرض يعني من 16 سنة إلى 22 سنة، يعني 6 سنوات. 6 سنوات قدر يسيطر على كل الثغرات، أو قدر يتمكن من السيطرة أو تشخيص كل الثغرات في هذه الديانات او هذه المعتقدات او هذه الايديولوجيات. طبعا عندي كثير من الاسئله والمناقشات معك ان شاء الله، بس بالايام الجايه، واني اعتذر خاف يعني داخلت هاي، واني مسلم ترى، مسلم. لا لا ولا يهمك علي، بس خليك معي، يعني لا تروح، خلينا شوي نتناقش بالموضوع اللي طرحته. يعني هو الشخص عمره 22 سنة، يعني الدين أنا برأيي ما بده سحر حتى واحد يطلع منه، يعني الدين ممكن بلحظة شك صغيرة تطلع منه. فأنا بصراحة اللي بالبوذية من الإسلام للمسيحية للبوذية، أنا ما شفت المنشور هذا، لانه ما بس خليني اكمل يا اخي، اعطيتك الوقت اعطيني وقتي معلش. فانا ما بنزل المنشورات هذول، انا ما اختصاصي، يعني انا اختصاصي البرنامج بس، في عندي اصدقائنا هن اللي بنزلوا، وانا بصراحه ما يعني ما بقدر اشوف كل المجاهرين ولا اتابعهم واحد واحد واشوف تاريخهم وهالمسائل هاي، لانه اولا بشتغل شغلي اليومي
طبيعي في أرض الواقع والبرنامج هذا بقدمه. الشيء الثاني إنه مثل ما قلت إنه الإنسان ممكن في أي لحظة ينقل. أنت عم تقول إنه وقت ما هو كافي، يعني أنت حطيت لحالك إنه من 16 سنة ل 22 ست سنوات ما يكفي، ست سنوات العالم تاخذ فيها دكتوراه وماجستير، ويعني ورجل يعني واعي 22 سنة، رجل بكامل قواه العقلية يعني. وكل إنسان بيختلف من شخص لشخص، يعني ممكن تدرس أشياء كثيرة، والأديان كلها متشابهة على فكرة. يعني هلا مثلا الإسلام طلع منه دخل على المسيحية، يعني بالإسلام عندكم مثلا الحمار بطير، فدخل عند المسيحية لا الإنسان بيطير، فنفس الشيء كله بيولوجي ومستحيل يطير. يعني راح عند البوذية في خزعبلات تانية عند البوذية، فبالنهاية لا أدري، لأنه متمسك بفكرة الله. هو الخوف من الله هي فكرة الله نفسها، الخوف من الله، خوف من جهنم، خوف من كل الأشياء، هي اللي طالعت الله. تفضل. حلو، ما دام انت بعد هو الكلام راح ياخذ ويانا. احنا مسالتنا مثلا بالاسلام، المساله هي مو بذات الحمار انذار او مطر، يعني طيره الحمار او عدم طيران الحمار هو ما يدل او يثبت او يدل وجود الله من عدم وجوده. قبل ما نقول احنا مفهوم الله او مفهوم يهوه او غير مفاهيم اخرى لله، احنا بالبدايه خلينا نقول خالق الكون، الخالق بغض النظر هسه عن من هو الخالق. اها، يعني تعرف يعني احنا من بالبدايه خلينا نشوف خالق، اذا خالق موجود بعد احنا بحث بالاديان. طيب كيف اثبت لي اياه موجود؟ اثبت لي اياه، ما في مشكله، انا ما عندي مشكله انه يكون في خالق، بس اثبت لي اياه موجود، اعطيني صوره له مثلا، اعطيني كلام له، سمعني، خليني اشوف. بس انا اقول يعني هسه مثلا احنا بالعقيده الاسلاميه من صفات الله انه هو ليس بشيء، ليس بشيء، لا هو لا شيء، لا يعني. واكيد يعني انا متاكد هو لا شيء. تعرف شلون؟ تعرف المشكله يعني هسه مثلا فلنفرض هسه احنا هاي اللي دائما بالايات القرانيه، يعني ما احب يعني، بس الفكره هي مطروحه دائما، وجود هسه هاي الكره الارضيه، الكواكب، هالانظمه هاي الدقيقه، من وجدها؟ لك يا اخي مو السؤال، مو من وجدها، هل اله الاسلام هو اللي وجدها؟ يعني 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 هلا مثلا انت مسلم، انت يا اخي علي، اكو خالق ولا بدون خالق؟ لا لا، انت مسلم، انا ما لي علاقه بالخوالق، بالخالق. شوف شوف شوف، انا علاقتي معك، انت مسلم، انت تدعي ان اله الاسلام هو من خلق الكون، تمام تمام. لا، انت تدعي انه اله الاسلام هو من خلق الكون، صح ولا لا؟ هاي بعد ما امنت اكو خالق للكون. يا اخي بحثت بالاديان، شفت مثلا شفت ارقى مفهوم هذا الخالق هو الموجود بالاسلام. اوكي، انت تؤمن انه خالق الكون هو اله الاسلام، صح؟ بالضبط. طيب اعطيني صورة لهالخالق هذا، خليني أشوفه، خليه يحكي معي، زعلان مني يعني، ولا بس هو يبعث لي مع هالمشايخ البهاليل، أنا بعتبرهم مجرد بهاليل لا يفقهون شيئا. يعني هل من المعقول خالق كل هالمجرات هاي غير قادر يتواصل معي، بده يبعث لي بالواسطة؟ يعني أنا ما بحب الواسطات بصراحة، أنا بدي إياه يحكي معي، إذا كانه إله يقدر يتواصل مع البشر خليه يتواصل معي يا اخي. ليش راكني يعني؟ اذا خالقني هو مثلا، على رايك انت، على راي المسلمين والمؤمنين عموما، كل واحد يدعي انه الهه هو الصح، اذا خالقني ليش غير قادر يتواصل معي؟ يعني بس قادر والله اختار له واحد من 1400 سنه، واحد راعي غنم لا يعرف القراءه ولا الكتابه ولا هو مثقف يعني، ولا بيعرف شيء، تواصل معه، اللي روح وصل له الرسالة ولازم
يقتنع، وإذا ما اقتنع راح أحرقه بالنار. يعني أعطيني عقلك عليه. طيب أنا بشكرك كثير أخي علي، أنا آسف إذا كنت هجومي شوي، بس بصراحة المنطق، بس المنطق يعني المنطق شوية بالأديان عموما مو بس بالإسلام، المنطق يقتل، يعني يقتل المنطق في الأديان للأسف الشديد أخي علي. على راحتك. لا بالعكس، خذ راحتك، احنا ان شاء الله انا اريد استفيد وما عندي اي اشكال. كل ما او احنا اول شيء اهم شيء احنا نتفق على شنو، انه كل انسان حر باختياره في النتيجه. بالضبط بالضبط. يعني هلا بصراحه انا من عائله مسلمه، ابوي شيخ، ابوي شيخ كان يدرس القران، توفى. يعني اخوتي لحد هاللحظه هاي يعني متعصبين اكثر من انت رجل منفتح، لذلك عم تتصل فيني، انا بعرف هالشيء. يعني متعصبين الى ابعد الحدود. بس المشكله انه 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 الاسلام هو داعش. يعني اليوم الفتوحات الاسلاميه، الغزوات هي اللي لما على قولة صديقتنا التونسيه فتحونا، فتحوا هالبلاد هاي، يعني ساوته داعش، حطوا الناس بالساحات العامة وذبحوهم، فصار الخوف اللي أخذوه الجيل الأول توارث حتى وصلنا. وصدقني يعني نحن الأغلبية الساحقة فينا أخذ القدسية هاي من الخوف ومتوارث، يعني صار فينا مثل مثال الخمس قرود للأسف الشديد. بس شغلة واحدة، يعني إذا أنت بدك تقتنع أنت مقتنع بدينك يا أخي، فكر بس كيف الحمار بيطير. إذا كان مثلا محمد رايد يثبت للبشرية أنه في إله وطار على هالدابة هاي، طيب مثل ما قال الأخ حمد عبد الصمد، يعني كان يفتله فتلة قدام الناس حول الكعبة مشان يشوفوه، لأنه في يوم تخلص الحكاية. يعني ليش نحكي فيها و ايه ولا ايه ولا، يعني شغلة بسيطة، كان يفتله فتلة على حوالي الكعبة اللي شافته الناس، كان كتبت وصارت، وما في داعي يعني لهذا الجدال العقيم بصراحة بين المؤمن والملحد او غير الملحد. يعني كان بالنسبة تفضل اخي. بالنسبة أمية الرسول محمد هذا مختلف فيه، والمقصود مثلا المقصود بالنبي الأمي أنه من أم القرى من مكة، واللي رواج لها أنه هاي يعني هاي شغلات مختلف فيها، وأنت أعرف عندي الرسول الكريم أكو ناس تقول أمي وأكو ناس تقول ليس بأمي، والمقصود من أمي هو من أم القرى يعني مكة المكرمة. هاي نقطة. النقطة الثانية أرجع وأكرر، إحنا بعد ما نثبت أو نتأكد من أكو خالق للكون أو نتعرف أنه أكو خالق للكون، بعد ما نبحث أي إله من آلهة الأديان المختلفة، بعدها ندخل بإمكانيات هذا الإله بقدرات هذا الإله. فهسه أنا بما أنه أنت مسلم وعندك خلفية إسلامية وأني مسلم، راح أجاوبك أني بمعتقدي. الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. أنا من ثبت لي هذا الخالق، من عرفت هذا الخالق ببحث بآيات مثلا بزمن الرسول، بعدين الآيات هذه أو نقدر نسميها المعجزات نقلت بالتواتر مثلا ووصلتني مثلا، بعد اللي مثلا يعني هاي الظواهر الكونية كلها اللي خلقها هو، يقدر الحمار يشيله من الكره الارضيه لغير مكان، لان هو اوجد هذا الشيء، هو اوجد هذه الاشياء. كيف اوجده؟ اثبت لي هو انه هو اوجده، مين هو اصلا او اثبت لي اياه. يعني انا هلا بقدر اقول لك مثلا ابو رجلي مسلوخه هو اللي صنع الجبال، تقدر تنكر انت هالشيء؟ لا خليني اقول لك شغله، بس هي الملاحظه حلوه عندي. ايش اقول لك؟ اني مؤمن بحرية الاختيار، لأن أني الله سبحانه وتعالى خلانا أحرار، خلأ نزل الآيات وهذا النظام الكوني وبعث أنبياء ورسل. أنا هاي باعتقادي، وأني من أريد أتناقش معك أنت براحتك. أنا لا أقول لك أنت
هالقمر هالشمس هالنظام هذا كله اللي انت اعرف واعلم فيه من عندي طبعا. يعني انت يعني تؤمن بالعلم اكثر وهذا تتبحر بهالامور اكثر، مو مثل هذه مثلا تتبحر بغير امور. انت حر الاختيار. هي هنا هنا الله سبحانه وتعالى ما اخذ الايات ونزل ويسولف يتكلم معك ويتكلم معي. احنا حتى يبين الايمان بالغيب. يعني انا العقيده الاسلاميه الايمان بالغيب. لكن هذا الايمان ما يخليني اقتلك لان انت خالفني. مش لو احنا نتمنى يعني كافة المسلمين كافة المشايخ البحارين اللي انت تقول عليهم نتمنى انهم يتبعون القرآن بالصورة الصحيحة. يا اخي يعني انا هسه اقول لك يعني انا وياك هسه مثلا متفقين انه الفاتحين او ما يسمى بالفاتحين غازي ومجرمين، انا وياك متفقين عليه مع العلم انت وين عقيدتك وانا وين عقيدتي. هم بذاتهم هم خالفين بعض نصوص القرآن. يعني مثلا الآية الكريمة أنا هسه راحت من بالي مثلا بس مضمونها أتذكره، يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلامة لست مؤمنا حبيبي تبتغون عرض الحياة الدنيا. يا علي يا علي علي يعني أنت بصراحة ما بعرف يعني أنا بحترمك كثير بحترم شخصك، بس القرآن غير هيك. يعني المسلمين يطبقون القرآن بحذافيره ويطبقون القرآن المكي، لأن القرآن يطبقون القرآن المدني لأن القرآن المكي نسخه القرآن المدني وكلياتنا بنعرف هالشيء. خليني أكمل في يعني وإذا لقيتم البطيخين فضرب الرقاب. يعني شو هي ضرب الرقاب؟ مش داعش عم تضرب الرقاب، ما عم تسوي شيء ثاني. يعني أريد أسألك سؤال. تفضل. نتعايش يعني المشهد هسه اي دوله بغض النظر عن اسلاميه ولا مسيحيه ولا علمانيه ولا اي شيء، عقيده الجيش مالتها شنو؟ انت ابلغ كيف يعني ما في الاسلام دين ودوله. الاسلام دين ودوله بالضبط بالضبط. صادق النيهوني يقول مشكله الاسلام والمسلمين انه لا هم فهموا ولا هو يعني يريدون ما يريدون يفهموا. الاسلام دين ودوله. بالضبط الاسلام دين ودوله ودين دين دين قديم هو يعني لا يصلح لهذا العصر ودوله لا تصلح نهائيا لهذا العصر. يعني بالعصر العصور الوسطى كان ممكن يعني على نفس الهيئة الإسلام يساوي دولة، بس حاليا مستحيل. هلا ممكن تقدر تقول والله بدي أفرض الجزية، ممكن تقول والله بدي أساوي الجهاد الخارجي، هذا الجهاد الطلب، وتجي تغزو أمريكا ولا تغزي يعني وهم 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 للبهالين للأسف الشديد. وهم يقتلنا، قتلنا وانتهى. يعني كلامك صحيح. الجزية حاليا ما اعرف صوتك. تفضل مو الصوت ترى شوية يعني صوت شكل بالصورة شكل العفو. هو لا طلع الصورة، انت الغي الصورة كلها لانه في فرق بين الصورة والصوت على البس. اي نعم. بالنسبة للجزية يعني احنا باو اول شيء لازم نشخص، يعني مثلا العبادات الصلوات ولا بعض يعني طريقه الزواج او غيرها، العقود الشرعيه، الزكاه مثلا وغيرها من الامور الشرعيه، هذه صالحه لكل زمان ومكان. وقت مساله الجزيه هي ليست بحكم تعبدي، حكم داخل في ذاك الوقت. وهذا غبي اللي طبقها، هاي وحده. النقطه الثانيه انا احب يعني اكد عليها، انت اطلاعك مثلا هل فقط اطلاعك ومعرفتك بالاسلام السني، وهل الاسلام السني هو الاسلام الصحيح؟ يا اخي القران هو قران شيعي وسني وكل كل يعني انت عم تقول لي هلا انه الجزيه ما لازم تطبق. يعني كيف انت لا تطبق تاخذ جزء من القران ولا تطبقه؟ يعني كيف معناتها انت خارج عن المله مهما كنت شيعي ولا سني. يعني الجزية، بس اسمح لي تفضل. الجزية حينما عندما يقوم نظام إسلامي صحيح قائم على العدل
يعني احنا هسه اذا رجعنا للتاريخ، ما يسمى بالتاريخ الاسلامي او يسمى الحضاره الاسلاميه، يعني ياخذون جزيه وبنفس الوقت ياخذون زكاه وبنفس الوقت ياخذون ضريبه، الضريبه حتى ضريبه من عدد جزيه، من عدد جزيه واتاوات. يعني هل ممكن يعني حتى من الانصاف هسه اي باحث، يعني طيب هسه احنا حتى لو رجع لبعض كتب اخي المستشفيات علي، اخي علي، انا بدي اعتذر منك لانه صار عندك 19 دقيقة تقريبا بالضبط يعني، وفي اصدقاء وحتى صديقنا حسني هو بدي نتصل فيه يعني، هو الحلقة معه كانت يعني، وانا بعتذر كثير لضيق الوقت. أعتذر آه. مع ولا يهمك، السلامة. ولا يهمك، سلامات. آسفين أصدقائي، أنا رح أتصل بصديقنا حسني ونشوف، بلكي ممكن نتواصل على هون على السكايب يعني. يا ريت يا ريت يا ريت الأخ حسني، أنا عم بحاول أتصل فيك بس يظهر ما عم بلقط الخط. صديقي حسني أنا آسف كتير يعني، بصراحة ما بعرف يعني، النت عندك أظن النت تعبان بالمرة يعني، ما بعرف شو القصة. أنا عم بحاول أتصل راح السكاي فصل كمان. على كل صديقي سامي، أنا راح أتصل فيك بس ثواني، في عندي أو خليني أتصل بالأخ، وينه هذا دانيال؟ يلا يا دانيال تعال. دانيال آه دانيال، بنسوارك. بنسوار إلك ولكل أصدقائنا، ويعني اليوم صار معنا فصل غير متوقع نهائيا للأسف الشديد. مساء الخير، مساء الخير، ومساء الخير لاخونا جون عم بتصل فيني. يا ريت جون، انا راح ارجع اتصل فيك. جون وسامي انا راح اتصل فيكم يعني، انا اسف لانه الاخ دانيال عم بحكي. اتفضل اخي دانيال. انا ما دقيقتين او ثلاث دقائق على السريع ردا على صديقنا اللي كان عم يتصل، ونحن اتفقنا وقررنا نبتعد عن المناظرات وهذا بالضبط بالضبط. انا بالصدفه يعني، انا الاخ اتصل وانا ما هي من عادتي انه ابدا نهائيا يعني. في نقطة سريعة، من المعيب على المؤمن التكلم بموضوع الكون، هذا عيب بحق المؤمن أن يتكلم عن الكون، وخصوصا أن إلههم رفع السماء بغير عمد، وخصوصا أنه جعل شمسه ونجومها مصابيح للعباد، عم بحكي القرآن عم بحكي آيات، وخصوصا أنه إلههم جعل السماء سقفا محفوظا، يعتبروا الغلاف الجوي سقف، سذاجة المتكلم اعتبر الغلاف الجوي سقف، وخصوصا بيمسك السماء من ان تقع على الارض الا باذنه، وبيتجرعوا وبيجوا بدهم يحكوا على الالحاد او على فكره نسف وجود الاله. مشكلة هاي كيف يعني، يعني انا بعتبره عيب اذا انا عندي نقطه ضعف في مكان معين، بعتبره صديقي جان من العيب التكلم فيه او التطرق لهذا الموضوع. الكون، محمد وجميع الانبياء او ما سموا بالانبياء نظروا الى السماء على انها سقف مثل السقف الموجود بالغرفه اللي انت جالس فيها هلا حاليا، ما بيعرفوا انه هذا غلاف جوي، واذا خرجوا خارج الغلاف الجوي كل شيء يتحول الى ظلام، وبصيروا يشوفوا الكواكب والاجرام عباره عن نقاط مضيئه، اعتبروا انه السماء سقف لا سذاجه فهم لموضوع السماء. وطبعا خفوا هيدا الاله العظيم، الاله المتجبر يلي يعني حضره الضيف كان عم يحكي عنه، خفوه بالسماء لان كان من المستحيل البشر يقدروا يوصلوا للسماء بهذيك الحقبه. واحد الانبياء من سذاجته العظيمه موسى، هذا نبي من انبياء اليهود، أدمنه ساج كان يطلع على جبل ليحكي مع ربه على اساس بيكون اقرب للسماء. فشوف السذاجة بالتفكير والوقاحة من المؤمن بس بده يحكي عن الكون، ممنوع يتكلم إيدي الناس عن الكون، لأنه تفسيرهم ومعرفتهم لهذا الكون تفسير مرعب وتفسير مزعج بكل معنى الكلمة. خلي ربك مش السماء ما توقع على الأرض، الغلاف الجوي إذا هو قصده،
خليه يدرك يا باشا، ايه احنا هو عروسنا يعورنا، الكربون والهيدروجين ينزل علينا يعورنا، الله كان مش بايدينا الهيدروجين والكربون سليم. فغريب، والجزية موضوع الجزية، من انت؟ ناس ما بدها تقاتل معك، ناس ما بدها تآمن بدينك، شو ردك برب تفرض عليها جزية؟ سؤال، هي الجزية فرضت على الذين ما تركوا الإسلام واحد، فرضت على الذين فرضوا أنه يقاتلوا مع الجيوش الإسلامية، من أنت لتجبرهم مثلك مثلهم؟ مين أنت؟ زعمول الجزية والزكاة، مرة كلمة بشكل سريع، ولا إذا انتبهت لنا عن الزكاة والخمس مثل الجزية، لا حبيبي، الزكاة شيء والخمس شيء والضريبة شيء والجزية شيء، الضريبة مدفوعة جميع المواطنين بالسواسية، الضريبة هي بدل خدمات، اليوم أنت عندك سيارة يا بابا بتمشي على الطريق، هيدي السيارة هذا الزفت الأسفلت اللي بتمشي عليه، إنه صنم، إنه فلوس، أنت بتساعد الدولة بهيدي الفلوس تحت مسمى ضريبة، أما الجزية فبتدفعه أجرك فوق راسك لأنك مقيم بالدولة الإسلامية، مش معرض منها، بس إذا تخلص من العقوبة المادية هي عقوبة عقوبة دانيال، دانيال شو انت كمان عم تحكي باللبناني عميد؟ لانه يعني صوتك بالمره غش وما عم بنفهم على فكره. ماشي دانيال ماشي، انا اسف على لانه بالفعل صار غش بالصوت وغير مفهوم. ماشي ماشي، شكرا كثير دانيال. طبعا في عنا اتصال من الاخ جون الفلسطيني، خلينا نتصل فيه ونشوف. اخي حسني انا اسف كثير بصراحه، انا رجعت اتصل فيك وراح ارجع احاول، بلكي يكون النت عندك جيد. تفضل اخي جون. مساء الخير اخي جان، لصديقك حسني على الحلقه الرائعه ما تبعتها بالاول، بس انا كتبت لك الموضوع تبعي لليوم وانا قريته كله بصراحه للاخوه ببدايه الحلقه، قريت الموضوع كامل وانا كنت حابب تناقشنا بهالموضوع هذا يعني. انا اسف والله صدقني انا ما ولا يهمك ولا يهمك، بس ممكن بس ممكن تناقشنا بالافكار اللي طرحتها بالرساله هي. ايه اكيد، يعني لو يعني لو قاموا المسلمين بتطبيق العلمانية لغيرت حياتهم لأفضل وتطوروا وتحسنوا يعني لخرجوا من الظلام والحياة اللي مش كويسة لحياة أفضل بشكل كبير. طبعا يعني لما الواحد مثلا يفصل الدين عن الدولة، لما الواحد بيعترف بحق المرأة يساوي بين المرأة والرجل، كثير حاجات اللي عملها أتاتورك غيرت وحسنت من حياة الناس والمسلمين وخلتها حياة مبسطة وسهلة. وطلعوا أنتوا على تركيا مثلا، هلقيت يعني تركيا أيام الخلافة العثمانية ولا تركيا بعد ما جاء أتاتورك وفصل الدين عن الدولة؟ جت تركيا تعد يعني من أقوى دول العالم، واقتصاديا كمان هي حتى النمرة 17. فبعد ما تركيا فصلت الدين عن الدولة اتحسنت الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في تركيا، وصارت يعني من أفضل الدول، وقريبا يعني ما بعرف ممكن تنضم حتى للاتحاد الاوروبي. يعني نشوف انتم كيف. فيا ريت لو المسلمين يتعلموا كمان، يتعلموا من تجربه تركيا. اذا مثلا بيقولوا الله انتم مثلا اوروبا كفار ما بناخذ منهم ولا شيء، طب خذوا من تركيا، ما هم مسلمين زيكم. هذول فصلوا الدين عن الدوله وشوفوا كيف حياتهم تحسنت، ونتمنى انكم تتعلموا منهم على الأقل. يعني على الأقل انكم تتعلموا من جارتكم تركيا التجربة الديمقراطية والتجربة الجميلة هيدا. هو المشكلة بصراحة جون، يعني ما بعرف أنا، التجربة التركية هي جيدة يعني، بس يعني إنه أنت عم تقول إنه يا ريت المسلمين يطبقوا العلمانية، كلنا نتمنى يطبقوا العلمانية، بس المشكلة بالإسلام من الذات نفسه يرفض كل شيء غير الإسلام. ف يعني شو لاحظنا المشكلة اللي طرح مثلا أتاتورك، يعني أتاتورك يعني حط القومية بدل الدين،
وساوى الشيء من العلمانية، وجيد جيد جدا يعني، أفضل بكثير من النظام الإيراني خلينا نقول يعني بشكل أساسي يعني. هلا الإخوان المسلمين مثلا أردوغان وجماعته يستلموا السلطة بكل معنى الكلمة، يقدروا يسيطروا على السلطة، راح يجعلوها إيران أخرى يعني. فالمشكلة ما هي بالتطبيق، بتطبيق العلمانية يجي واحد يفرض، المشكلة أنا برأيي الشخصي المشكلة بتفهيم الناس، الناس الموجودة يعني. يعني هلا صار 100 سنة تقريبا على سقوط الخلافة، و100 سنة تركيا العلمانية، ولكن لحد هلا لحد الساعة هاي في أي لحظة ممكن يعني الإسلاميين ما يعني مثل ما بيقولوا بياخذوا كل مجهودهم، بيحطوا كل مجهودهم مشان يستلموا السلطة ويرجعوا. ليش؟ لأنه في الإسلاميين في هالفكر هذا الإسلامي موجود لسه يعني، ما رغم 100 سنة تطبيق العلمانية أو فرض العلمانية بالغصب على هالناس، لكن العقلية موجودة. الفكرة اللي أنا بأيدها دائما إنه يا جماعة خلونا نشوف الفكر هذا، الفكر لازم تغيره بالناس، الناس لازم تتقبل الفكر العلماني، لازم تتقبل إنه الدين ساوى خرب الدنيا، الدين هو أفيون الشعوب مثل ما بقولوا، الدين هو سرطان الشعوب، يعني سرطان يدمر المجتمعات بكل معنى الكلمة، سبب الحروب، سبب الدمار، كله الدين. فلما الناس يوصلوا لهالمرحلة هي العلمانية راح تجي بتحصيل حاصل، يعني تحصيل حاصل راح تجي. يعني اليوم هلا مثلا مصر شيل هالإسلاميين كلهم وعيف الملحدين، تحصيل حاصل بدها تكون العلمانية. فالتركيز، أنا بالنسبة لي التركيز لازم يكون على الفكر، على تفهيم هالناس هي إنه يا جماعة أنتوا عم تعبدوا وهم، أنتوا عم تعبدوا خرافة شريرة، خرافة خربت بيوتنا ودمرتنا وساوتنا بذيل الأمم. صحيح كلامك، بس كنا في على النقطة اللي تفضل يعني حتى حكيت عنها، إنه في أوروبا مثلا يعني في اختلاف بينها وبين تركيا بفصل الدين عن الدولة، إنه هان في أوروبا المتدينين أو المسيحيين زي ما أنت يعني حكيت إنهم يتقبلوا العلمانية، حتى المسيح اللي في أوروبا يقول لك إحنا بنحترم الدولة وقوانينها وما عندنا مشاكل مع العلمانية وفصل الدين عن الدولة، وهو بالتالي حتى مسيحي يعني. تخيل حتى هو المسيح انفرض عليهم، ما تقبلوا براحتهم يعني بصراحة، يعني العلمانية انفرضت عليهم غصب عنهم يعني. صحيح صحيح، هو الإشي هذا كان زمان إنه انفرض عليهم فرض اللي هي الثورة الفرنسية وما بعدها، بس في الوقت الحاضر أصلاً ما بتلاقي خطط يعني، مثلاً زي مثلاً عندنا للأسف يعني الشديد في المساجد إنهم بيخططوا ليل نهار كيف يعيدوا الخلافة وكيف يدمروا الدولة الدول يعني الشرق الأوسط، ويعملوا زي مثلا داعش خلافة إسلامية. كان في أوروبا حتى المتدينين نهائيا يعني ما شفت يعني فترة من الفترات، أنا لما حكيت لك يعني شوية كنت أروح الكنائس، بس بقول مش إنه الناس هذول، أنا مش مسيحي نهائيا، بس يعني حتى بقول لك التجربة اللي جربتها يعني الناس هذول ما بيخططوا نهائيا انهم يعملوا انقلاب على الدوله، ولا بتلاقيهم حتى في كلامهم بيكرهوا الدوله. هاي الفرق اللي حبيته. انت زي ما حكيت حضرتك حكيت يعني في تركيا انه فعلا يعني اردوغان وحزبه هذول هم اصلا الحزب اللي قبله، عشان كان عندهم شوية أكتر من أردوغان إنه إحنا بدنا يعني يعملوا إسلام، فصلوا إجا العسكر من أول وجديد وفصلوا الرئيس، وإجا أردوغان، لما إجا أردوغان كلامه كله على الإعلان حكى إحنا زي أتاتورك وإحنا مع الألمانية، وراح زار قبر أتاتورك وقال إحنا زيهم بالظبط، وما بيستجري نهائياً إعلامياً يقول إنه إحنا عندنا خطط تانية بإرجاع الخلافة العثمانية، مع التأكيد إنه في قلبه هو حاقد وبتمنى يعني أمنيته إنه يرجع الخلافة العثمانية. وأكبر دليل إنه راح افتتح مسجد في أمريكا قبل 3 أيام يوم الجمعة، مسجد على الطراز العثماني
إذا كان عندهم خطط رسمانية إنه يراجعوا الخلافة، بس متمنى إنه التجربة التركية تضلها متواصلة ومستمر، اللي هي تجربة أتاتورك والفصل الدين على الدولة، ويتعلموا منها الشعوب الشرق الأوسط إنهم يطبقوا النظام الجميل اللي عمله أتاتورك في الدول الشرق الأوسط. أكيد أكيد أخي جون، يعني بصراحة المسيحيين اللي بأوروبا يعني فقدوا الأمل، هن لو يطلع بإيدهم لا تخاف كان خططوا. بصراحة بصراحة فقدوا الأمل، يعني العلمانية بقوة، يعني بعقول عقول واعية فرضوا العلمانية الحقيقية غصب عن المسيحيين وعن غير المسيحيين، ولو يطلع لهم هالساعة هاي ليخططوا، ولكن هم فقدوا الأمل نهائيا. ولكن في بلادنا مثل تركيا والبلدان الخزعبلية هاي، يعني الأغلبية الساحقة يؤمنون بهالخرافات، فلذلك عندهم أمل على طول شغال، ونحن واجبنا أنه نخفي هالأمل هذا بتوعية الناس على هالخرافات هاي. يعني في هذه النقطة الأخيرة يعني في اوروبا، لانه اغلب الشعوب يعني ايش اقول لك 90% مش متدينين نهائيا، فالفكر العلماني في قلوبهم. يعني كان كيف احنا مثلا في بلادنا العربيه بتلاقي الناس اغلب كلامه عن الدين والفكر الديني بتلاقيه متشرب في قلبه وفي عقله، انا في اوروبا الفكر العكس تماما، الفكر العلماني اغلب الشباب الاوروبيين ما بتلاقيهم مش نهائيا يفكروا في الدين، ولما بتلاقي اي واحد ديني اجى حكى معهم عن الدين فتلاقيهم ايش بصيروا تمسخر عليه، انك انت واحد من العصور الحجريه فاخجل حالك، مين هو هذا يسوع ومش عارف شو. فعشان هيك زي ما انت حضرتك حكيت انه في اوروبا هنا فقدوا الامل نهائيا، لانه الشعوب الاوروبيه يعني صارت بالفطرة ملحدة، الواحد بنولد بتعلم في المدرسة من غير دين، وبكبر عمره في حياته لا أمه ولا أبوه حكوله عن الدين، فبتلاقيه خلص الفكر الإلحادي العلماني يعني في شخصيته هو خلص. هو بالضبط بالضبط جون، لانه يعني حتى بالاعلام، الاعلام مثلا هلا خلينا نقول الاعلام البريطاني، بما انه انا عايش ببريطانيا، البي بي سي بتطالع برامج خصوصا لتوعيه الناس بالعلم، يعني علميا يوعوا الناس. هالبرامج الوثائقيه اللي عم نشوفها اصلا هي لهالشعوب هي، يعني اول شيء بتطلع بي بي سي مثلا طالع لك برنامج عن الذره، بتحاول بهالبرنامج تفهم الإنسان العادي شو هي الذرة، شو طبيعة الذرة، كيف تتكون الذرة، شو الأشياء اللي الناس يعني مثلا بتسمع بالذرة شو هي الذرة ما بتعرف، فبتحاول تفصلهم تفصيل حتى توصل لعقل الإنسان العادي. يلا مثلي أنا كيف فهمت الذرة؟ صدقني من بي بي سي، يعني من بي بي سي فهمت الذرة. أشياء كثيرة يعني حتى تعدد الأكوان، هالمسائل هي يعني الحلوة هون بالدول العلمانية هي الحكومات الإعلام تبعها بتحاول توعي الناس إلى الأفضل. صدقني من كم سنة أنا ما يعني شفت بعيني وقاعد على التلفزيون، طبعا عم بشوف التلفزيون، البرلمان البريطاني بلندن جايبين أطفال مدارس، طبعا ما في حدا من البرلمانيين أو الوزراء ولا شيء، جايبين من أطفال مدارس مسوين معارضة وحكومة وقاعدين عم بيتناقشوا بالوضع السياسي بالوضع الاقتصادي بالوضع الاجتماعي بكل شيء. يعني أطفال مدارس، أكبر واحد فيهم 13 سنة، يعني من 6 سنين لل 12 13 سنة قاعدين عم بيناقشوا كيف السياسيين عم بتناقشوا نفس الاحترام نفس المبدأ نفس الأشياء هاي. فهي هي الدولة، نحن بدنا هيك دولة، بدنا الناس تفهم، بدنا أطفالنا يفهموا. صحيح هم يعني كمان بأنشأوا الأجيال والأطفال والشباب على
الفكر الديمقراطي اللي هو احترام حرية التعبير والمساواة، وانك تدي برأيك اذا هذا الرئيس مثلا كويس ولا هذا الرئيس مش كويس والحاجات هذه، وهذا الفكر الديمقراطي الجميل، انك تعبر عن رأيك من غير ما حدا يأذيك ولا يجرحك ولا يعتدي عليك. طبعا عكس الدول العربية للأسف، للأسف الشديد إنه ممنوع تحكي رأيك من ناحية، يعني أكثر حاجة هي الدين، يعني ممنوع تنتقد الدين، ممنوع تنتقد الحاكم، ممنوع تنتقد الله، فإذا انتقدتهم هذولا يعني حياتك حتصير في جحيم، ولا ممكن تنحبس أو تنسجن أو بالضبط. طيب طيب جون، شكرا كثير لمداخلتك، وانا كثير بعتز بمداخلتك وافكارك بصراحه قيمه. راح اتصل بالاخ سامي. شكرا جون. اخي سامي، يا ريت أخي سامي يا ريت ترد علينا. في عنا مثل سوري بيقول رد علينا وخذ الغلة. أهلا أخي سامي. مرحبا. تفضل تفضل أخي سامي. مرحبا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا أخي. أنا مداخلتي ستكون حول تعليق أنت والأخ آخر داعش والإسلام. تفضل. أنا سأتلي لكم أن داعش هي الإسلام. داعش تذبح، يعني داعش تذبح. قال رسول لقد جئتكم بالذبح يا معشر قريش، إن محمد بيده جئتكم بالذبح، يعني قال هذه في حديث البخاري. داعش تقطع الرؤوس، القرآن فاضربوا فوق الأعناق، هذه واضحة. داعش تصلب أو يصلب في القرآن. داعش تقتل، واقتلوهم حيث ثقفتموهم. داعش تقطع الأيدي والأرجل أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، هذه آية المائة 33. داعش تعذبهم الله بأيديكم. داعش تسبي النساء، ما ملكت أيديكم. داعش تسرق وأرثكم أرضهم وديارهم وأموالها. داعش تفرض الجزية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون، هذا في القرآن، كل القرآن. داعش تجل أدوهم. داعش تجاهل جهاد النكاح، فانكحوا ما طاب لكم من نساء ثنان وثلاث ورباع وملكة إيمانكم. أنت معنا حسني؟ أهلا وسهلا بك خيي. أنا آسف، حسني أنا كان الاتصال مع الأخ سامي، أنا رح أرجع أتصل فيك بس ثواني، بس الأخ يخلص مداخلته ورح أرجع أتصل فيك. خليك على الخط، ويا ريت ما تقفل الخط، بشان بصراحة يعني عندكم صار مشكلة اليوم مضبوطة يعني. ولا يهمك ولا يهمك، بس خليك على الخط ماشي. طيب أوكي، ماني معك. تفضل سامي. سامي آسف، تفضل. ألو تسمعني؟ أسمعك، تفضل. آسفين سامي، ما سمعتني قبل؟ تقريبا من عند داعش تقطع الرقاب يعني. أوكي. لأنه اتصل فينا الأخ حسني صاحب الحلقة، ويعني بس حبيت أأكد أنه يتم على الخط مشان نحكي معه. أوكي. يعني اوكي، من امتى يعني داعش تقتل وقتهم حيث بالضبط صح. داعش تقتل ايدي الارجل او تقطع ايديهم واجرهم من خلاف. داعش تعذبهم الله بايديك. داعش تسب النساء، ما ملكت ايديكم. داعش تسرق واورثكم ارضهم وديارهم واموالهم. داعش تفرض الجزيه حتى يعطوا الجزيه عن يد انهم صغيرون. داعش تجلد فجلدوهم. داعش تجاهد جهاد النكاح، هذا في القرآن، الذي وانكحوا ما طاب لكم من نساء ثنان وثلاث وملكة إيمانكم. داعش لم تأتي بشيء من عندها. داعش تطبق تعاليم الصحراء حرفيا، يعني هذا كله القرآن، وداعش تطبق في القرآن، مش الفيديوهات ديما تطبق
ديما في آية القرآن، في أي ذبح ولا قطع اليدين والرجلين تقرأ الساعة الريفيرونس نتاعها. ماذا فعلت داعش لما يفعله محمد؟ داعش تعمل مثل محمد، سبي محمد سبى بني قريظة، بني القعقاع، بني النضير، سبى حتى أطفال، فهمت، وباعها في سوق النخاسة في دمشق. لكن داعش أشرف من محمد لأنها لم تسبي بعد أطفال. هناك شيخ الأزهر قال بأن داعش تستعمل 95 آية يستعملها داعش، يعني فلهذا ما تقول داعش يعني أشرف من الأنعام، يعني هو حيدخل أخ ولا لا لا جان ها يعني هو إذا كان الأخ حتدخل حخليه، إذا كان مش حتدخل لا لا راح يدخل وأنا راح أتصل فيه لأنه الحلقة له بصراحة ولسوء الحظ يعني. جس كلمة كلمة بس جس جملة إذا كنت تسمح تفضل أخي سامي تفضل تسمح لي؟ تفضل. أوكي أنا تم شاعر تونسي مات اليوم والإنسانية ترحم فليرتاح بسلام معروف ولد أحمد، أنا بدلت له الشعر بتاعه. أكره الإسلام كما لا يكره أحد عند الصباح وبعد المساء يوم الأحد. وحاجة ثانية، تصوروا العالم من غير إسلام يا ناس، أو جاء في جنوب أمريكا لكان الذبح هناك، يعني الإسلام هو المشكلة. وشكرا جزيلا واعذروني في المداخلة. شكرا لك شكرا لك شكرا لك أخ زامي. أنا راح أتصل بالأخ حسني، يا ريت يكون بقيان على الخط. اخي حسني الو، شو هالحظ بالفعل اليوم حظنا يعني غير مساعد نهائيا. اتفضل اخي حسني اسمعك، تفضل تسمعني حسني، هل تسمعني حسني؟ للاسف الشديد للاسف الشديد يظهر الخط النت عند الأخ حسني ضعيف جدا جدا إلى أبعد الحدود، يعني أنا ما كنت أتوقع يكون بهالضعف هذا. أنا راح أحاول أتصل فيه بس ما أظن يرجع، لأنه بالفعل النت عنده ما بعرف يعني لبنان شو قصة لبنان. أنا حاولت وحاول. أخي حسني يا ريت أنت تتصل، في عنا دادا كولين. دادا اهلا وسهلا. مرحبا. اهلا وسهلا، يا ريت بس تطفي اليوتيوب من عندك مشان الصوت. سامعني احسن؟ سامعك، تفضلي. شكرا. انا بس اليوم تجربة، اسمي اديسار. اول مرة بستعمل انيسا التواصل الاجتماعي. ولا يهمك، راح تتعودي عليها بصراحة معنا. قلتي لي اسمك أنيسة ما هيك؟ أليسار. أليسال. أوكي. بس حبيت أحكي باختصار عن موضوع ذكروا الأخ اللي اسمه علي، حكي أول واحد. ذكر عن الإيمان بالغيب، الإيمان بالغيب. نعم تفضلي. فسؤالي ما معنى الإيمان بالغيب؟ ما هو الغيب؟ خاصة في المفهوم الإسلامي. يعني جميعنا بدك أجاوبك؟ نسمع هذه العبارة. صراحة أختي يعني الإيمان بالغيب معناتها أجر عقلك ولا تفكر. هاي هي يعني هذا المطلوب، الشيوخ بطلبوا من الناس انه الايمان بالغيب، الايمان شيء لا يدركونه ولا يعرفونه، معناته سكر على عقلك ونحن بنفكر بدالك، وهي هي القصة يعني للأسف الشديد. صحيح، يعني كأنه نضع ثقتنا وأمننا بما هو مجهول، يعني بشيء لا أحد يعرفه أو يدركه. بالضبط بالضبط. فأين المنطق في هذا؟ أنت شو رأيك فيها؟ رأيك. بتمنى ترجع الأخت أليسال تتصل فينا، يعني أنا راح أحاول أتصل فيها. أليسال هيظهر في مشكلة كمان مع أليسال.
طيب اي اخ صديق يريد يتصل، انا راح ارجع احاول المره الاخيره اتصل بالاخ حسني، ولكن يظهر اخ حسني كمان بموعد الخط. محاوله اخيره اتصال بالاخ حسني. طبعا اصدقائي انا بعتذر كثير على العطله الفني هذه يعني، وما ما كان متوقع بصراحه، ما كان متوقع للاسف يعني، والاخ حسني خارج الطاقه نهائيا، فانا بعتذر اعتذار شديد. وانا بتمنى اذا في اصدقائي بحبوا يتصلوا فينا من هون لدقيقه حتى يعني ننهي الحلقة، لأنه آسف كتير يعني الضيف الأساسي ما موجود نهائيا، فصار وضعنا محرج للأسف الشديد. طيب أصدقائي أنا بتشكركم وبتشكر تواصلكم وبتشكر كل من داخل معنا بهالحلقة هاي، ونتمنى يعني ما تحدث أشياء مشابهة يعني بالعطالة الفنية هاي للأسف الشديد يعني. أنا أعتذر منكم وأراكم في حلقة قادمة يوم الخميس بنفس التوقيت مع الملحدة التونسية سيدة سميرة يعني، وقصتها الرائعة وتجربتها يعني تستحق إنه نتابعها ونسمعها ونشوفها ويعني ناخذ منها العبر مثل ما بقولوا. أراكم يوم الخميس بتمام الساعة 10 بتوقيت دمشق القاهرة القدس الشرق الأوسط يعني تقريبا. إلى اللقاء أصدقائي في الحلقة القادمة، إلى اللقاء وشكرا لكم، وآسفين مرة أخرى على العطل الفني اللي كان غير مريح للأسف الشديد. شكرا لكم، إلى اللقاء.